كابتن محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، واللي اعلن الكابتن حسام البدري عن انضمامه في القائمه. كابتن محمد اهلا وسهلا بيك، مساء الفل والف مبروك. الله يبارك فيك يا ابراهيم، ربنا يخليك. تسلم لي. خليني اعرف بقى انطباعك عن هذا القرار، قرار ضمك للمنتخب، وهل كان في شواهد قبل كده، حد كلمك من الجهاز الفني، حد كابتن ايمن طاهر مثلا؟ قول لي ايه اللي حصل الفتره اللي فاتت. والله يا ابراهيم الحمد لله انا ما سمعتش غير والله يا ابراهيم. ما انا لسه ما قلتش حاجه. والله طيب. والله يا ابراهيم الحمد لله، طبعا دي حاجه كبيره جدا وشرف لاي حد منتخب مصر، يمكن ده طموح لاي لعيب موجود في اي حته في العالم انه يمثل منتخب بلده. يمكن كنت الحمد لله بشتغل على الهدف ده من فتره طويله الحمد لله، وبحمد ربنا طبعا، ربنا كان موجود في الاخر، وكنت الحمد لله من ضمن الاختيارات اللي الكابتن حسام اعلن عنها. ويعني زي ما قلت لك يا ابراهيم، انا كنت فعلا شغال على الموضوع ده الحمد لله من فتره طويله، ويمكن كان بيحصل تواصل طبعا. يمكن الكابتن ايمن فعلا يعني بيتواصل مع كل الناس، مع كل الحراس تقريبا اللي في الدوري. يمكن هو طلع قال كده، ودي حقيقه فعلا، يعني دي حقيقه انه هو فعلا بيتواصل مع الناس كلها. يمكن كان بيكلمني وانا اعرف طبعا معظم الحراس اللي في مصر، فطبيعي يعني كان اللي انا عرفت ان هو كان بيكلم الناس كلها، فدي حاجه كويسه لما طبعا. كان بيكلمك كان بيقول لك ايه؟ بس بيكلمني بعد الماتشات الحمد لله الواحد بيعملها كويس، الماتشات اللي بظهر فيها بشكل كويس بيفيد بالاداء طبعا، وبيقول لي زي ما انت خليك مركز واستمر على نفس الطريق اللي انت ماشي عليه يعني. فدي حاجه طبعا بتديك ثقه كويسه ان صحيح. انت مدرب حراس مرمى منتخب مصر بيكلمك وبيشيد وبيدعمك، فدي حاجه طبعا بتبقى كويسه بتديك ثقه الحمد لله. ويمكن ده اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت، فالحمد لله بحمد ربنا طبعا على ايه افضل الاختيار. مبارياتك اللي انت راضي عنها جدا مع الجيش وحاسس ان انت تألقت فيها وكنت واحد من الاسباب الرئيسية لخروج الفريق بنتيجة ايجابية؟ والله الحمد لله ابراهيم، يمكن انت طبعا يعني اكيد متابع، والناس طبعا طبعا الحمد لله الواحد بيأدي بأداء بشكل كويس جدا. يمكن اهم حاجه ثبات المستوى الحمد لله، الواحد اداؤه الى حد ما الحمد لله الفتره اللي فاتت كان ثابت والدنيا كانت تمام. بس طبعا يمكن الماتشات المؤثره جدا بالنسبه لي يمكن قبل نهائي دور الثمانيه مع بيراميدز، دي يعتبر من احسن الماتشات الحمد لله الواحد كان مركز فيها وكان عايز يعمل حاجه كويسه. يمكن الحمد لله ربنا كلل مجهود الفرقه كلها، مش مجهود انا بس، الفرقه كلها، ان احنا الحمد لله قدرنا نوصل قبل نهائي. يعتبر تاني مرة في تاريخ نادي الجيش تقريبا ان احنا نوصل قبل النهاية، ونتمنى ان شاء الله ان الدنيا تبقى ماشية كويس بإذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب طموحاتك ايه مع المنتخب، وعايز توصل لفين في القايمه ديت؟ لانه المعافره ده شيء مهم جدا جدا، وطبعا الصراع على حراسه مرمى منتخب مصر قويه جدا في ظل تالق طبعا محمد الشناوي وابو جبل والمهدي سليمان. طبعا كلهم زي ما انت قلت يا ابراهيم جوان كبيره قوي محترمه طبعا، يمكن المنافسه هتبقى شديده جدا، ومنافسه شريفه طبعا. في الاول وفي الاخر ده منتخب مصر، يعني انا موجود في منتخب مصر، دي حاجه شرف ليا ايا كان بقى، سواء انا بتكلم عن نفسي واعتقد الناس كلها كده يعني، موجوده العب ما العبش دي حاجه يعني طبعا بتاعت الجهاز الفني وتحت امر الجهاز الفني في اي حاجه، لان زي ما قلت لك وجودي في المنتخب وجود اي حد في المنتخب ده شرف لاي لعيب في العالم يبقى موجود في منتخب بلده دي. فبشتغل طبعا على ان انا ابقى موجود، واتمنى ان شاء الله الواحد يحصل على فرصه باذن الله يحاول يثبت فيها نفسه اكثر واكثر. تخيلاتك ايه لمباراه توجو ذهابا وعوده ان شاء الله باذن الله؟ والله الحمد لله يعني الواحد متفائل جدا ان شاء الله، لان يعني احنا يمكن الماتشين الاولانيين احنا كان عندنا سوء حظ كبير، لان كان في لعيبه كتير قوي مش موجوده ابراهيم، يعني كان في ناس كتير قوي، كان منتخب الاولمبي عنده ماتشات وكان معظم اللعيبه كانت ممكن تبقى موجوده. نفس الكلام كان محمد صلاح، كان في اصابه وكان في ناس بعيده، حصل شويه مشاكل في التجمع الثاني بتاع ماتش بتاع جزر القمر ولاعيبه بيراميدز ما جاتش، فكان في شويه ظروف كده مش مظبوطه. بس يعني ان شاء الله الواحد متفائل الماتشين الجايين، الماتش اللي جاي على ملعبك على ارضك لا بعيد عن الثلاثه بونت، وان شاء الله دول هيفرقوا جدا جدا. اهم حاجه الثلاثه بونت اللي هيبقوا موجودين الاول على ملعبنا، وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله الماتش اللي بعديه توجو باذن الله نعمل نتيجه ان شاء الله ايجابيه، يعني هيريحونا كتير ان شاء قوي، الله. وبنسبه كبيره هتبقى بنسبه كبيره انت خلاص حطيت رجلك في كاس افريقيا، اللي هو طبيعي ان منتخب مصر يبقى موجود فيه يعني في كل محفل وفي كل بطوله وفي كل النهائيات،
لازم يبقى منتخب مصر موجود في كاس الامم ان شاء الله باذن الله. هسالك سؤال برضو من ضمن الاسئله اللي يعني تتبادر الى الذهن، صحه مفاوضات النادي الاهلي معاك، هل حد اتكلم معاك من النادي الاهلي لتقديم عرض لتواجدك مع الفريق في الفتره اللي جايه ولا لا؟ غالبا يعني انا الكلام يعني مش هيبقى معايا، بس انا سمعت يعني في كلام في النادي عندي في موضوع الاهلي، بس انا كلام شخصي معايا يعني حد اتكلم في كلام. لا معلش وضح الحته دي، بتقول في كلام في النادي غالبا انا سمعت، بس ما فيش حاجه اكيده بالنسبه لي انا دلوقتي يعني. انا الكلام محدش جه قال لي من النادي ان في حد اتكلم معانا، بس انا يعني عرفت حاجه من جوه النادي كده ان يعني كان في حصل اتصال بشكل ودي مش بشكل رسمي. بيستفسروا فيهم كده، بيستطلعوا يعني يشوفوا هل في عندكم استعداد ان محمد بسام ممكن يبقى موجود معانا ولا لا، صح كده؟ بالظبط يا كابتن، بشكل ودي. بالظبط، لكن ما فيش حاجه رسمي خالص لحد دلوقتي. واتمنى طبعا يعني انا ما اقدرش، اي لعيب في مصر كان طموحه انه يبقى موجود في اهلي زمالك الفرقه الكبيره دي، فاتمنى طبعا لو في نصيب ما فيش مشكله، اكيد شرف لاي حد انه يبقى بيمثل النادي الاهلي. لكن بشكل رسمي لسه ما حدش كلمك من النادي. لا. انت عقدك فاضل فيه قد ايه في طلائع الجيش؟ سنتين. فاضل فيه سنتين، اي خروج من النادي هيبقى عبر الطرق الشرعيه والقنوات الشرعيه من طبعا. خلال نادي طلائع الجيش. طبعا طبعا ان شاء الله باذن الله. انا بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله يا كابتن بسام، ان شاء الله باذن الله تتالق وتعمل حاجه محترمه مع منتخبنا الوطني. ربنا يخليك.